شو بدنا ننتقدوا على شو؟ بلقيس ترد حصريا على جدل الفيديو مع محمد رمضان. رواء يا زلمه، شو بدي بالانتقادات؟ هذا هو الفيديو اللي تسبب بجدل كبير لبلقيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا عدد كبير من متابعيها بأنه جريء مقارنة بما تعودت بلقيس على الظهور فيه. واليوم حصرياً بترد عبر إيتي بالعربي. ما بعرف، لا بالعكس، كنا بمكان عام ومحمد رمضان شخص كتير لطيف، يعني اجا وهيدا وشغلوا له أغنيته ثابت ثابت ما في فبلقيس بتعتبر تصرفها كان عفوي جدا. انا شخصيه مرحه، يعني انا بيوم عرسي بعتقد رقص التاريخ كله، وقبل عرسي وبعد عرسي انا شخص بحب كتير يرقص وينبسط مع العالم وطاقته كتير ايجابيه. فانا شفت محمد رمضان، ومحمد رمضان شخص كتير لطيف كتير جنتلمان، وكان موجود نفس المكان اللي انا كنت سهرانه فيه بالساحل الشمالي بمصر، وكنا عم نتفاعل مع اغنيته ورقصنا وانبسطنا ما في شيء. واخر همك الانتقادات؟ رواء يا زلمه، شو بدي بالانتقادات؟ يعني الناس يعني خلص، شو ما عملتي بالضبط. وهذا ما كان الانتقاد الوحيد اللي تعرضت له بلقيس هالفتره. شو بدنا ننتقدوا على شو؟ فحتى رقصها بكليبها الاخير دبلوماسي علقوا عليه. شو بيمنع نكون بيرفورمرز اون ستيج؟ شو ناقص؟ ما ناقصك شيء اكيد، بس الناس انه عم بشوف. نحن العرب بيحضروا للكي بوب وبيحضروا الفنانات الاستعراض في كل مكان في العالم، اصوات قويه، بيرفورمنس رائع جدا اون ستيج. بنجي على الفنانات العربيات ما نبغى؟ ما يصير. يعني اللي عندها القدرة أن تكون فنانة صاحبة صوت وقادرة على الاستعراض on stage أو حتى على الشاشة ما يمنع، do it، شو المشكلة؟ يعني معقول نصير نشوفك باستعراض أكثر على المسرح مع dancers؟ I would love to. إحنا أنا نفسي نوصل لمرحلة أنه stage management يوصل مرحلة العالمية، من الأضواء للشاشات للاستعراض للراقصين لكل شيء، ولا غلطة ما يبين فيه الجلمس أنه ناقصه شيء شرقي زيادة أو ما إلى ذلك. بدنا استعراضات عالمية توصل للعالم كله، الناس تشوف العرب شو في عندهم. ومن هلأ لوقتها بلقيس ما زالت مركزة على ألبومها الأخير حالة جديدة، واللي بعدها أغاني عم تصدر بالتدريج. اللي حصل لي ما حصل بعمر فيني. وأحدى أهم المفاجآت الفنية اللي تضمنها هالألبوم كان التنوع بالأفكار واللهجات. ليمون دو المطير. قلبي لما بده يسعى جبار، ما عنده حدا. الفيديو كليب القادم من الألبوم راح تكون أغنية خطوة جنوبية من المملكة العربية السعودية، وأنا إن شاء الله بعد يومين طالع على السعودية عشان أصورها إن شاء الله. واو، طب شو فكرة الفيديو كليب كيف حيكون؟ تعودنا هلأ على كل فيديو كليب مختلف عن الثاني، هذا الفيديو كليب شو حيكون؟ هذا الفيديو كليب طبعاً مخرج سلطان عبد المحسن، مخرج سعودي رائع صديقي أيضاً، وراح نعمل شيء كثير عفوي كما عودنا سلطان عبد المحسن وبلقيس. يعني حنعمل شيء كثير عفوي وشيء كثير حلو، وفي بهجة وفي طاقة إيجابية، ويعني طلعت التصاريح وإن شاء الله رايحين على السعودية نصور. وهالأغنية اللي كتبها ولحنها تركي الشريف هتحمل عنوان جنوب الدرب، ورح تطلقها بلقيس بشهر سبتمبر القادم. بنت عاشقة لل 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 للجنوب، منطقة الجنوب تحديدا، فبتكون كمان في حالة حب، هي البنت هي بتكون في حالة حب، وفي نفس الوقت هي بتقول انه ودوني على الجنوب، ودوني على الجنوب بدي اشوف حبيبي. حتكوني طالعة ببلوكات التراديشنال اللبس السعودي تقريبا، يعني في لوك اوت. وبشيلك من